أكثر من 60% وصلت نسب الإنجاز في منطقة الشركة الهندية في جانب الرصافة ضمن قاطع بلدية الشعب. فريق الجهد الخدمي والهندسي يواصل أعماله الخدمية في 60 زقاقاً، إذ شملت إنشاء الأرصفة الجانبية ورصف المقرنص وفتح البوكس الترابي وصب الشوارع بمادة الإسمنت لتهيئتها للإكساء. الكمية الكلية المطلوبة للعمل لمساحة الشوارع بحدود 70,000 متر مربع، ما بين 40,000 متر مربع تطبيق بالمقرنص و 30,000 متر مربع أعمال تبليط. أيضا المناطق الأخرى ضمن قاطع بلدية الشعب تستمر الأعمال بنفس الوتيرة. خلال يومين إن شاء الله ستتم المباشرة بأعمال التبليط في حي الباقر، وكذلك هناك أعمال كبيرة ضمن قاطع بلدية الشعلة. الوقف القادري من المؤمل أن يكون يوم غد، يوم السبت إن شاء الله، أعمال تبليط في منطقة الوقف القادري. إنجاز مشاريع البنى التحتية ضمن القاطع البلدي ذاته شملت أيضا معالجة التربة وتسليحها بمادة الإسمنت وإكمال ما تبقى من أعمال إضافية. هذه البنى التحتية من فك الاختناقات الخاصة بالمجاري وكذلك الماء الصالح للشرب، والحمد لله اليوم تم معالجة الرواطنات، المناطق بها رواطان أزقة يتم معالجتها بالجلمود وكذلك الكونكريت 10 سنتيم مع التسليح بطبقة البي آر سي وقبلها النايلون، وبعدها يتم الإكساء بطبقة أساس قيري 10 سنتيم. نفذنا خطوط مجاري قبل 400 ملم بطول حوالي 800 متر وتم معالجة الاختناقات المجاري فيها، وتم فتح 4 منافذ لتصريف مياه الأمطار، توصيل مياه المي الشرب لبعض المناطق اللي ما بيها خدمة وصل إلها، كذلك مياه الأمطار والمجاري. فريق الجهد الخدمي يواصل أعماله في جانب الكرخ والرصافة بآليات تخصصية وملاكات هندسية وفنية، وحقق تقدماً في المناطق المشمولة بالتطوير والتأهيل لإنجازها قبل المدة المحددة لها. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.